السلام عليكم حبيباتي، صافا لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. كنقدم واحد التحيه كبيره 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 للناس اللي يلا دخلوا عندي القناه، فتبارك الله ما شاء الله كاينين اللي دي زابوني كيتزادوا، عي هو المشاهده اللي ناقصه واحد شويه لانه كيشوفوني غير اللي زابوني، الناس اللي يلا داخلين دابا جدادين. الناس القدام ما فهمتش، اكثريه الناس كيقولوا لي بانه ما كتوصلهمش النوتيفيكاسيون وما كيوصلهمش الاشعارات، كيسحبوني انا ما كنحطش لي فيديو، لا انا كنحطهم. اي هو خاصكم تدخلوا ديروا لي ديزابوني وتعاودوا تابوناو عاوتاني باش يوليو يجيكم الاشعارات ديالي. فهاد المشكل كاين عند بزاف ديال الناس، وكسمعت عند بزاف ديال الناس، فما كيبقاوش يجيو الاشعارات. كنتمنى انكم تحيدوها تانيوليهم وتعاودوا ديروا مره اخرى باش يولي يوصلكم اشعارات ان شاء الله. فهنايا غنقدم لكم جوج ديال لي بلاطو ميغوار زوينين، جوج ديال التقنيات اللي هما مختلفتين. فهنايا عندي هاد المرايات هادو، على حسب نتوما شحال بغيتو فيهم، يكونوا كبار ولا يكونوا صغار، فانا عندي بحال هكا. فانا غنفضل نخدم هادي، نخدم بهادي اللي هي عندها الديسك هذا اللي هو شويه ثقيل وصحيحه. الا بغيت نخدم بالاخرى فهي غادي نحتاج انا ندير لها واحد لاباس لتحت، فانا غنخدم بهادي من الاحسن. هنا غنخدم بهاد السلسله هادي، فهاد السلسلات كتباعو في اي دروغري مشيتو، غتلقاو بزاف ديال الانواع ديال السلسلات، غتلقاوهم باسمين اللي هما رخاصين بزاف، فهو مترو يقدر يصيب لكم اللي بغيتو. فانا خديت هاد الشكل هذا، مترو خديته بتقريبا 87 سنتيم، فهما كاينين هنايا في ايطاليا، كاين في اوبي، كاين في اورو بريكو، فين ما مشيتو غادي تلقاوهم. هنا غادي تشوف، فانا هذاك البلاطو خديتو دروزت عليه ستخاص من جناب ديالو، وخديت هاد السلسله هادي بديت كنلصق فيها. فانا غادي نلصقها، غنلصق وحده وحده وحده، غادي تلصق والاخرى غتبقى طالعه ما بين وحده لاصقه وحده لاصقه، غادي تبقى وحده الفوق لانه حلقه جات لاصقه في حلقه، فهم ما غاديش يجيو بجوجهم غير لصقوا في البلاطو. فانا غنلصق وحده، غتلصقوها وتلصقوها بالخضر، تلصقوها ديروا كولا سبيسيال وديروا هاد الكولا هادي، فهي غادي تشبر مزيان وغتبقى شاده لكم مزيان. هنا بان لكم شي حلقات شويه مخوفين، فحاولوا انكم تلصقوهم من بعد، تحاولوا ما تجروش السلسله مزيان لانه ما غاديش تدور لكم مزيان، فتخلوها شويه مرخيه. ولكن الا بقاو شي حلقات بانوا لكم كيتحركوا تقدروا نتوما تلصقوهم بسميتو بالكولا. هنا غادي ناخذ دي بيغل وغادي نبدا نعمر الفراغات اللي كاينين في هذوك الحلقات، كل حلقه غندير فيها اون بيغل على حسب نتوما لي بيغل اللي عندكم، تقدروا ديرهم هكذا. فهادو تيديروا اورو في السوق، يعني كتلقاهم في السوق رخاصين ما غاليينش، فكتستمر على هاد العمليه هادي، كدورو البلاطو كامل بهاد لي بيغل هادو، كتلصقهم مع باللاكول هادي ديال الشمع، فهي كتلصق مزيان. كما قلت لكم تحاولوا انكم تديروا الفراغات كاملين. فهاد البلاطو هذا في الاول كنت غندير ليه رجيلات، وفعلا درت ليه رجيلات، كنت غنحطو هكذاك، ففكرت قلت علاش لا، ما غاديش بغيت نديرو عالي كما شفتوا، فانا درت ليه هاد الرجيلات هادو، فهو جا الصراحه زوين وجا انيق، ولكن قلت علاش لا ما نديرش ليه واحد سميتو الكاس من التحت. فانا خديت واحد الكاس عندي، هاد الكيسان هادو الكاليشي اللي كيكونوا طوالين، صبغتو باللون الدوغي بما ان السلسله بهذا الدوغي هذا، وخديتو درتو لصقتو باش يجي طالع، بقى لي داك الفراغ فانا صايبتو من بعد كيف ما كتشوفوا. فانا غادي نلصقو هكذا، درت لاكول، درت كولا سبيسيال ودرت لاكول اخرى، ولصقتو على هذا الشكل هذا باش يجي عالي. نقدر ندير فيه، نديرو بحال هكا في الكوافيز ديالي، ندير فيه دي بارفان، نقدر نديرو فيه بزاف د الحوايج، نديرو فيه دي شوكولا يعني. فانا عاود قلبتو باش نعرف بالضبط كيفاش جا على هذا الشكل هذا.
هنا غندوزو للبلاطو الثاني، فانا خديت هاد بلان ميغوار مربعه. هنا غادي الحلقات ديال هذاك سميت الخواميه، الخاميه ديال الدوش، حلقات ديال البلاستيك، فانا كنت ديجا مصبغاهم. من بعد كناخذ الطرف ديال الستراس، جوج ديال الستراس بحال هكا، كنبقاو نلويو عليه نلويو نلويو حتى كيولي عندنا. كنت تنغطيو هذاك الحلقه كلها ديال هاد الخاميه ديال الدوش. من بعد كناخذ كل حلقه كنديروا فيها باغل من الداخل، فهي كتجي على شكل، كيجي الشكل ديالها زوين. كتجي وسط هذاك الباغل، تقدروا ديروا دي باغل كبار كما ديروا دي باغل صغار. هناك ما كتشوفوا عندي رجيلات، درت رجيلات لهذاك البلاطو، فانا خديت هذوك لي بواني مقابض ديال الارماديوات ديال الماريو، ودرتهم فهم جاو ترانسبيرانتي على شكل زاج. تقدروا ديروا اي بواني عندكم، ماشي ضروري بحال هكذا، اي بواني يقدر يكون ديال الخشاب، يقدر يكونوا ما لقيتوش كتقدروا ديروا الغلاقه ديال غلاقه ديال شي قرعه ولا شي حاجه غلاقات، وديروا تغطوهم بستراس ولا ديروا فيهم بابي الومنيوم وتغطيهم ديروهم لتحت كرجيلات. هنا عندنا غادي نبدا نلصق في هذه الحلقات اللي صايبت قبيله، فما غيجوني تقريبا ثلاثه في كل براسه، ثلاثه في كل ناحيه كما كتشوفوا. فانا غنلصقهم من التحت وكذلك من الجانب كما كتشوفوا، لصقهم من التحت وكذلك من الجانب باش كيقبطوا مزيان وكيبقاو مده طويله. كما انا تقدروا تستعملوا نوتر كوت غراء تاني بحال كولا سبيسيال ولا 007 صاروا 7000، ما عقلتش على سميتها. المهم ف كتلصقوهم من الجوانب، من الجوانب وكذلك من التحت كما كتشوفوا. فانا غنستمر على الطريقه هذه حتى نكملهم. انا كما كتشوف واجه البلاطو روعه صراحه، جميل جدا. ها انتما كتشوف انا كنقبطو من سميتو، فهو ما كيطيح ما حتى شي حاجه، يعني انه قابط مزيان لاصق مزيان. فهنا دزت عليه، درت واحد الميكانيزم لتحت ديال الاضاءه، لصقته لتحت ما كيبانش لانه كاين رجيلات فهو ما كيبانش. فمجرد انا كنبرك عليه كيشعل. كما قلت لكم هذا تقدروا ديروه في بيت نعاس ديالكم، في الكوافوز ديالكم في الليل، وتشعلوا هذه الاضاءه فهي كتكون جميله جدا. تقدر ديروه كما انكم تقدروا تستغناو عليه، ماشي مشكل. هنا هاد الميكانيزم تقدر تلقاوه، فكنشريوه في امازون، فهو رخيص كيدير اورو شي حاجه ولا فويش. هنا فخديت هاد الكاس هذا، تا هو داك لي ديكوراسيون، خديت هاد الستراس هذا. فهاد الستراس بالنسبه للناس اللي في ايطاليا، فانا كنت كناخذو غالي، ولا كناخذو من ويش فهو كتعطل بزاف باش كيجي، ولا كناخذو من امازون فهو غالي. فهاد الستراس لقيتو في تايدي، تايدي اللي هو درت عليه شحال من فيديو، تايدي فهو شبيه اكسيون، فانا لقيتو تقريبا كيدير شي اورو 50 تقريبا شي مترو، فهو رخيص بزاف بارابور للثمن اللي كنت كناخدو انا قبل، فانا كنت ناخدو شويه غالي، فهو رخيص. خديت جوج ديال الشكيلات في التايدي، عقلوا لانه كاين في التايدي سيرو قلبوه في براسه فين كاين داكشي ديال الاعمال اليدويه الصباغه وداكشي، فانتوما غادي تلقاوه. كما انا هنا قطعت واحد شويه منه، درت هاد تقدروا تستعملوه هكا كامل، اما انكم تقدروا تقطعوا كل وحده بوحده فهم كيجيو دي بيرل زوينين. فغنحاول نديكوري هاد الكاس هذا باش يجيني اونصومبل كامل بحال هكا، نحطو فوق الطبله ولا فوق كوافوز ولا مهم. نقدر نستعمل هذيك الاخرى الطويله ندير فيها لي بارفا، الاخرى حتى هو كذلك نقدر نستعمل فيه شي حاجه، وهذا كذلك ندير فيه اما ندير فيه القطن ولا ندير فيه شي حاجه ونزين الكوافوز ديالي. كما انكم تقدروا تحطوه فوق الطبله ديروا فيه دي شوكولا، كذلك الشموع،
اللي حبيته. كنتمنى انه يروقكم ان شاء الله هذا العمل هذا، وتجربوه في الاعمال اليدويه، شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. وكيف ما قلت لكم، وفضلا وليس امرا، ما تنساوش انكم تدخلوا تديروا الناس ابوني، حمرات تولي بيضاء وبيضاء تولي حمراء. اش خلاها الاخ بعقلي. فنتمنى انكم تدخلوا، وكذلك ما تبخلوش علينا بالجيم وبالمشاهدة، وتهلاو في روسكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى الف 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 خير.